بالتالي اليوم على اشخاص ما هوش دائما الانسان يعني يعني بمعنى اخر يهتم فقط بما يقوله الحاله بس لا يسمع ثاني مره الاخرين ايش يقولوا فمرة ايش من خلال سماعه يقدر مره يتخذ القرارات ليش صحيح اللي بعد اللي هي منتورينج مش مونيتورينج منتورينج اللي هي الفطنه ديفرستي تنوع ريسك تيكر ما انت ريسك تيكر كتب خالد ريسك تيكر تسليم خطر هي ريسك معناتها خطر تيكر معناتها ايش لا مش هذا اللي واحد فيها مش هي ترجمه كذا للمفهوم كامل ايش معناتها ريسك تيكر شخص نقول مخاطر بمعنى اخر انه اي صعوبات ولا لا ايش ما تكونش عائق في ان تربكه وكذا دائما ايش يعني مخاطر اي حاجه بحيث انه يصل لايش؟ يقول المهمات الصعبه يقول المهمات الصعبه انتجريتي اللي هي ايش؟ اللي هي النزاهه النزاهه هذه الاشياء المفروض تكون دائما في ايش؟ في القياده اللي بعد اللي هي الماركت والكاستمر فوكس اللي هو بالنسبه للتركيز على العميل ولا ايش؟ والسوق كاستمر فوكس اللي هي فويس او ايش كاستمر دائما ايش؟ يعرف العميل دائما يعرف العميل ايش اللي يشتغل اللي بعده بزنس اندستري انسايت عنده رؤيه قياده طبعا اثنين على القياده هنا اثنين على شخص عنده رؤيه ايش؟ من حيث الصناعه من حيث ايش؟ العمل اللي بعده انتربرونيور اند اورينتيشن معنى اخر انه توجيه حكيم Environmental trends and implications. إيش معنى توجيه البيئة؟ توجيه بيئي and implications. بمعنى إنه آخر بمعنى آخر إنه دائما يتفاعل مع ما موجود إيش في البيئة البيئة اللي إيش أو تكلم عنه. الريليشن القيادة ما تجيش مثلا إذا وضعته في بيئة أخرى خلاص تفشل معناته إنه دائما تفشل وبمعنى آخر تنجحها في كل البيئة. اللي بعد الريليشن شيب إيش بيلدينج أبني إيش؟ أبني علاقة. يعني بمعنى آخر أنا تمام مع الشركة لكن لما كنت أتعامل مع السبلايرز أدخل بإيش؟ مداهنة المفروض إنه أكون دائما إيش؟ كل البيئات إيش؟ اللي بعده كريتيكال ثينكينج اللي هي فاينانشال اكومين اللي هي عنده فطنه الجانب المالي او ذكاء الجانب المالي ما عنده ذكاء هنا بالنسبه لي من الليدرشيب لايف لونج ليرنينج دائما هو ايش؟ دائما بيتعلم تفكير بالنسبه للجانب المالي يقول له شو تتكلم هنا بالجانب الثيكي الجانب لان اللي بتكون سبب في اصدار القرارات اللي بعده لايف لونج ليرنينج دائما يتعلم كرياتيفيتي اند ايش؟ اند انوفيشن اللي هي الابداع. اللي بعده ادابتيبيليتي قابليه ليش؟ تكيف. كيف يعني قابليه تكيف؟ ايش علاقه قابليه تكيف بالنسبه للتفكير؟ تكيف مع الاوضاع الموجوده. يعني عمل دائما مع الاوضاع يعني هي كانه ايش؟ كانه موصل للي بعده. اللي بعده اللي هي بروبليم سولفينج. دائما قادر على حل ليش؟ المشاكل. decision making judgment يعني دائما تصدر قرارات حاسمه التردد احيانا يسبب مشاكل يعني دائما تردد بعده ايش؟ analytical and conceptual لازم يحلل المشاكل دائما يحلل وايش؟ عنده ثغره مفاهيم معينه ضروري دائما يستخدمها اللي بعده اللي هي achieving result and execution اللي هي كيف ان انا احقق نتائج ثاني مره اكيد ايش؟ انه دائما نفذ هذه معناها تشيبينج اللي هي كواليتي فوكس ضروري نركز على مين الحاجه الجوده ليبريجينج تكنولوجي استفيد ايضا من ايش؟ تكنولوجي عمل تقويه للتكنولوجيا امبروف بروسيس احسن من البروسيس تشينج مانجمنت لازم تيك انشيتيف ناس اعطي مبادرات ضروري ايش عمل اخذ وشوف ايش المبادره الملازمه حتى انه يستعمل عصف ذهني احيانا عند الموظفين ايش التي تتوقع ايش طيب دي سي بيليس اللي قلنا الحاجه اللي تفتقر ليه اللي هي ايش؟ انه ما تكونش القرارات ايش؟ مرتبكه تكون قرارات ايش؟ على ادراك اللي بعده ستريس مانجمنت ستريس
دائما شو الستريس؟ ستريس في ايش؟ كمبيوتر يعني ضربتها مره عديله الاشياء اللي مش اللي اخذناها في المحاضره السابقه اللي عمليه تصعيد المشاكل اللي بتصعيد ضروري يكون الالي اللي ممكن سبب ستريس واحد داخل الشركه فبضل يكون اداري على اساس يكون بحل المشاكل بيرفورمانس مانجمنت اللي اداره الاداء كومن سنس شعور ايش؟ مشترك الجميع باهميه التنفيذ بشكل جيد وفعلا وصول الاشياء الجيده اللي بعد الاخيره اللي هي فلوليس اكسكيوشن يعني ايش؟ اننا ننفذ دائما بشكل ايش؟ ما يكونش في اي عيوب ولا في اي مشاكل. طيب ايش الان الاكسبرتيز اللي مرتبطه تكون بالبي ال؟ عندك خبره في ايش؟ في الماركتينج اللي هي في ايش؟ السوق. انا اتكلم عن عياده الان، ما اتكلمش على اشخاص، يعني في كل الاشياء اللي في ايش؟ الاوبريشنز، العمليات التشغيليه، الاتش ار، شو الاتش ار؟ هيومن ريسورس. الاي تي والبي اي والبي اي تكنولوجي اللي هي البزنس ادمنستريتيف والبروجكت مانجمنت والاشياء مره والاي تي دوما اللي بعده الار ان دي انجينير ريسيرش اند اللي هو الريسيرش اند ايش؟ ديفلوبمنت البحث والايش؟ والتطوير اللي بعده الكاستمر بابليك افيرز اللي هي الشؤون العامه اللي بعده الكاستمر سيرفيس خدمه مين؟ العملاء التريجري ايش التريجر؟ التريجر معناته كنز او كذا، معناته الحاجه التي دائما ايش؟ الاشياء التي النفيسه يعني ممكن نصلها. يعني طبعا مش انه جانب معنوي، جانب قصدي حسي يعني. اللي بعده انترناشونال لازم يكون عالمي يعني. سيلز هذا عنده ايش؟ المبيعات. فاينانس اند اكونتس. برودكت ديفلوبمنت اند مانجمنت. بعده ايش؟ ليجل. ايش معناته ليجل؟ قانوني يعني دائما ايش؟ يكون قانوني. يعني عنده خبره بالاشياء، ما اخذ عنده خبره بالقانون، عنده خبره بالتسويق، عنده خبره بالتعامل مع العملاء، عنده خبره بكل شيء. حتى نحن نصل الى درجه ايش؟ قويه وبنفس الوقت تقدر تتعامل مع العمال بشكل ايش؟ بشكل سريع. جود فري، جود فري، مش جود فري. شركة. شركة حاجة نقول موظفة للمكانس الإلكترونية اللي يسموها كلينرز أعطتها تقريبا حوالي 14 رولز فور اي تي اند سيرفيس جوفرنس هذه اللي تقريبا هي الفكرة الشريحة هذه كأنه شيء انتقالة ما بين كانت داخله بموضوع مقابل او معنى اخر يمتد للشريحه اللي قبلها. ماشي يعني مش اللي دخل الاي تي قبل الزينه، هي بس تمتد ليش؟ الشيء اللي قبلها اللي دار ايش؟ اللي دار ايش؟ اللي ما يتعلق بالقاعده الاولى اللي هي ايش؟ استراتيجي بلاننج اللي تحتها ايش؟ استراتيجي برودكشن برايورتيزيشن انتربرايز اركتشر اللي هي ايش؟ معماريه مؤسسيه بروجكت مانجمنت تايم مانجمنت تكنولوجي معنى اخر انه اي جافرننت خاص بسيرفيس او باي تي ضروري ضروري يكون فيه كل الاشياء هذه اللي بعده التايم مانجمنت تكنولوجي بزنس مانجمنت كان بس ستاندرد اخر هذا ولا ايش؟ مش ستاندرد بس قواعد طبعا للشركه هذه كابيتال ابروفال مانجمنت معروف شو الكابيتال؟ اللي هو راس المال ريكوستنج بروبوزال فروم ثيرد بارتيز معنى اخر ايش؟ طلب مقترحات ايضا من اشخاص اخرين، ريليشن شيب مانجمنت اللي اداره ايش؟ العلاقات اللي يسمونها العلاقات العامه، انفراستراكشر مانجمنت اللي اداره البنيه التحتيه، كومبلاينس ويز اوديت ريجولاتوري ليجال ريكوايرمنتس اللي معنى اخر كومبلاينس، والاخير اللي هي ايش؟ اوبريشنز اند بروسيجرال كومبلاينس هذه كلها هذه طبعا بنفس المعنى. اللي بعدها انفورميشن سكيورتي معنى اخر ضروري يكون في معك ايش؟ امنيه بالنسبه للمعلومات. والاخير طبعا هذا هو السابنس اند اوكسي كومبلاينس اللي هو ليش؟ هذا القانون اللي قلتكم مرة طبعا وضعت الكلام هذا بما يتناسب مع مين؟ ما يتناسب مع واقعية الشركة نفسها، الشركة نفسها تخضع لمين؟ تخضع للقانون هذا اللي هو السابنس اند ايش القانون هذا ايش قلنا عليه ايش هو؟ اذكروه
اللي هو ايش مضيعش حقوق ليش المساهمين، لانه مع حدوث المشاكل في امريكا الازمات والاشياء طبعا كان عالمي على فكره، كان المعلومات الخاصه بالمساهمين والمعلومات الخاصه بالشركات كلهم يخفوها، من اخر السجلات السابقه كل ايش كل احنا معنا شيء معلومات سنه معلومات سنتين اللي بعد كلهم احنا عملوا دائما ايش حرب حل، فقالوا عملنا القانون لانه ايش انه المفترض انه معلومات 5 سنوات تبقى، واي واحد بيخرج عن الشيء هذا المفترض ايش وصل لي معلومات الشيء تبقى كل لقمه كبيره.